السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون، الحمد لله راكم كاع بخير. مرحبا بكم في الدوار القاقزة دايرة عين مران ولاية شلف في الجزائر. اليوم إن شاء الله نهار سبيسيال. اليوم 4 مارس 2022، في التاريخ تاع بلادنا، بشي نهار اللي ما عندوش المعنى. هذا النهار عنده المعنى لأنه اليوم 65 سنة توفى الزعيم الجزائري، مجاهد جزائري، شهيد جزائري اللي نحترمه أكثر من أي جزائري في التاريخ تاعنا. هو سي العربي بن مهدي، وديما نهضر عليه، ديما نهضركم عليه، لأنه هذا الجزائري هو المثال تاعي، سي مون اكزامبل. هذا الإنسان قتلوه فرنسا، قتلته نهار 4 مارس 1957. هذا الإنسان الزعيم تاعنا بقى واقف، بقى واقف في بلاده في الجزائر. في هذاك الوقت كي بدات الثورة في 1954، ما كانوش يديروا فرق بين واحد شاوي، واحد مزابي، واحد قبيلي، واحد عربي، واحد ترقي. على بالكم باللي سي العربي بن مهدي هو شاوي، ولكن كي بداو الثورة وين كان؟ كان في وهران، ومن بعد في الجزائر. هو اللي كان يتكلف بولاية الرابعة في الجزائر عاصمة، كي بداو لا فاموز باتاي دالجي اون جانفيي 1957. على بالكم باللي في جانفيي فيفريي 1957 هنايا اللي الثورة تاع الصح بدات، هنايا اللي فرنسا بدات تخاف من الأفلان، من العربي بن مهدي، عبد الرمضان، بالقاسم كريم، حسيني تحمد، بن بلة، ربي يرحمهم كاع. في هذاك الوقت فرنسا كان في الجزائر بالقوة 600,000 جنود فرنسيين كانوا في الجزائر باه يكسروا الثورة الجزائرية. وكي توفى، كي مات، كي قتلوا سي العربي بن مهدي ربي يرحمه، نهار 4 مارس 1957، 4 مارس 1957، ثورة عسكرية جزائرية في الجزائر حبست عسكريا. هذاك النهار فرنسا ربحت، والحمد لله كانوا الناس في هذاك الوقت في جبهة التحرير الوطني اللي بداوا يفكروا، قالوا عسكريا خسرنا، ولكن يجب أن نربح سياسيا. نفس الشيء مع اليوم في بلدنا. واش راه صاري بال 2019؟ شفنا باللي النظام غلب الحراك،
في الشارع. ولكن اليوم لازم نفكروا كما الزعماء تاع الاثلان من بعد توفى سي العربي بن مهيدي على الحق، صدق الله العظيم. لازم نفكروا افكاريا، هذه الرسالة تاعي. الله يرحم سي العربي بن مهدي، الله يرحم الشهداء، والتحية للجزائر.